مصالح بالأمن الحضري الخارجي السيادة وباستعمال تقنيات خاصة في البحث والتحري نص عليها قانون الإجراءات الجزائية في مواجهة هذا النوع من الجرائم دامت لمدة 7 أشهر تحت الإشراف والمتابعة الدائمة للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تدلس. تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة تتاجر في الأسلحة النارية والمخدرات الصلبة والليلة، يمتد نشاطها لعدة ولايات من الوطن، وتتخذ من إقليم ولاية غليزان مركزا لنشاطها الإجرامي. العملية التي تم تنفيذها بتاريخ 30/11/2020 وفق خطة أمنية مدروسة اعتمدت على سرعة التنفيذ والاحترافية، مكنت من توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و 65 سنة ينحدرون من ولاية غليزان والشلف، وكللت بحجز 7 مسدسات نارية آلية وذخيرة حية.